السلام عليكم شبابي زينه ان شاء الله كامل تكونوا بخير وان شاء الله كامل تكونوا على خير اليوم راح ندخلوا الجزء السابع من سلسله المراجعه الشامله في ماده الهندسه الكهربائيه في هذا الجزء السابع سوف نتطرق الى محرك خطوه بخطوه سوف نتطرق لكل سجلات وبكل انواعها مثلا سجل بالقلابات ازاحه يمين دورانيه وازاحه يسار دورانيه السجل عام 74198 ودارة اس ا ا 1027 التي تتحكم في محرك في نفس الوقت راح ندرسوا المخططات الزمنيه واهم حاجه راكم تحوسوا عليها انتم طرق ملء جداول لمحرك خطوه خطوه ومختلف السجلات وفي نهايه الفيديو سوف ندرس ان او 555 في توليد اشاره الساعه وتحت شعار الهندسه الكهربائيه سوف تصبح ابسط من بساطه بسيط تلاميذي الاعزاء إذا كانت هذه أول زيارة لكم نتمنى أنكم تفرجتوا كل أجزاء باه تضمنوا العلامة الكاملة في مادة الهندسة الكهربائية فاصل ثم نواصل تلاميذ الأعزاء قبل البدء وش مطلوب منكم؟ روحوا صندوق الوصف راح تلقاو رابط تاع الموضوع الشامل وفي نفس الوقت كذلك راح تلقاو الاجابه النموذجيه وفي نفس الوقت راح تلقاو رابط تاع التطبيق نتاعي اللي هو جي 2020 تلاميذي الاعزاء وصلنا لاداره التحكم في محرك خطوه خطوه متبقى النموذج الاول شكل 12 صفحه 6 سؤال رقم 49 حدد نوع قطبية في المحرك خطوة خطوة هل هي أحادية قطبية أم ثنائية قطبية وش معناتها يقصد لك كواحد هل يساوي واحد أو يساوي اثنين إذا في هذه الحالة لازم نجيب التركيب وكما كم تلاحظوا التركيب في دارة مندمجة SAA ا ا 1027 على هذه يا ننصحكم تضغطوا على أيقونة رقم واحد يسار الشاشة في تطبيق جي 20 لأنه هذا التركيب شرحه بالتفصيل وعطيتكم بنية داخلية تاع اس ا ا 1070 وش قلت لكم وين تلقى اس 1027 واش تكتب كواحد يساوي واحد وكا يساوي واحد هيا جماعة نبدأ نجاوبه بما انه اس ا اذا وش هو النوع القطبيات في المحرك خطوه خطوه اذا يغذى المحرك دون عكس التيار في الوشائع اذا هو احادي القطبيه والكا واحد يساوي واحد لماذا جمع لو كان نروح نشوفوا المدخل كي واحد واش حنا نلقاو فيه نلقاو فيه طابق التضخيم نلقاو على شكل مقحل واحد امبير واش معناته التيار يمشي في اتجاه واحد يمشي من 12 فولت يروح لكي واحد ومن بعدها يروح للجراوند اذا التيار يمشي في اتجاه واحد كي التيار يمشي اتجاه واحد في الوشائع نسميه احادي قطبيه اذا وين تلقى اس ا ا 1027 كا واحد وكا 2 ديما ونقوم واحد سؤال رقم 50 اوجد نمط التبديل ولا نمط التشغيل هل هو تشغيل متناظر او غير متناظر بنفس الطريقه واش قلنا وين تلقى اس 1027 في البنيه الداخليه اس 1027 مش تحتوي تحتوي على سجل ازاحه يمين دورانيه او يسار دورانيه شحنه تفرعي اي سجل نجمع واش قلنا عليه ديما يمد لي تشغيل متناظر وكاثني ديما واش يساوي واحد باستثناء سجل جونسون اذا نكتب هنا نوع تغذيه الوشائع يتم تغذيه وشيعتين في كل نبضه نفس العدد في كل نبضه اذا واش نسميو تغذيه متناظره وكي تعد تغذيه متناظره كاثنين اثنين جماعه واش يساوي يساوي وحده هذه تنطبق في اس ا ا 1027 وما تنساوش حاجه كي تعد تغذيه متناظره واش نقولوا نقولوا باللي محرك يقدم خطوه كامله واذا كان تغذيه غير متناظره واش نقولوا نقولوا محرك يقدم نصف خطوه يعني خطوه ولا نصف خطوه كذلك كلمه مفتاحيه نهار اللي يقول لك مثلا محرك يقدم خطوه كامله اذا كاثنين يساوي واحد نهار اللي يقول لك محرك يقدم نصف خطوه اذا كاثنين وش اثنين يساوي اثنين ونسمي تغذية غير متناظرة سؤال واحد وخمسين احسب الخطوات في الدوره وخطوه الزاويه اذا علمت ان عدد الاقطاب المغناطيسيه للدوار هو 2 بي يساوي 2 هنا جماعه شو قال لكم اعطيكم عدد الاقطاب وليس عدد الازواج معناتها كاين قطب الشمالي وقطب الجنوبي وحنا ديما نحتاجو بي اذا بي وش تساوي هنا تساوي 1 اذا بما ان اعطى لي محرك خطوه خطوه ذو مغناطيس دائم اذا وش هو القانون تاعو حساب عدد الخطوات خلال دوره واحدة عندي قانون معروف اذا ان بي سلاش تي هي عدد خطوات خلال دوره واحده ماذا تساوي تساوي واحد طبية الوشع هل هي أحادية أم ثنائية في كاثين معامل تغذية ولا تشغيل متناظر ولا غير متناظر في أم عدد الأطوار في بي عدد الأزواج أقطاب المغناطيسية هاي نبدأ نكتب مع إذا كا واحد لقيناها واحد وكا اثنين لقيناها واحد وش بقات لي بقات لي أم وبي الأم هي عدد الأطوار ولا وشع كما تلاحظون واحد اثنين ثلاثة أربعة إذا أم يساوي أربعة والبي يا جماعه واش عطانا عطانا 2 بي يساوي 2 بما انه 2 بي يساوي 2 اذا بي يساوي واحد اذا واش تطبيق عددي اذا عدد الخطوات يساوي ك واحد اللي واحد في كا اللي هي واحد في ام هي أربعة وشاء في بي اللي هي زوج واحد اذا عدد الخطوات ماذا يساوي يساوي اربعه هذا بالنسبه لسؤال واحد وخمسين سؤالي بعد بعده قال لك خطوه الزاويه اذا المحرك باه دوره كامله لازم له 360 درجه وبما انه محرك فيه اربع خطوات 360 تقسيم 4 نلقاو خطوه الزاويه اذا ماذا نكتب حساب خطوه الزاويه اذا الفا بي ماذا تساوي تساوي 360 درجه على عدد خطوات وتساوي 360 على 4 وتساوي 90 درجه سؤال رقم 52 استخرج الحاله المنطقيه للمخارج كي ا آه كي بي كي سي كي دي عند تطبيق النبضه رقم 2 في اشاره الساعه في المدخل سي استعين بالملحق 11 وصفحه 12 اذا في هذه الحاله لازم لي الشكل 12 اس ا آه ا 1027 وثاني حاجه لازم لي الملحق تاع تشغيل الداره اس ا آه ا 1027 جماعه ركزوا معايا مليح قبل ما تروح الجدول لازم تروح تشوف المود هل هو مغذب 12 فولت واحد منطقي اش ولا مغذب 0 فولت اللي هي ال لو اذا كما راكم تلاحظوا هنا ام مربوطه ب 12 فولت اذا هنا في الجدول كاين صنفين لما ام يساوي صفر ولما ام يساوي واحد ال هي صفر منطقي والاش هاي معناتها واحد منطقي اذا واش نديو نديو الجزء الاول ولا الجزء الثاني اذا واش نديو نديو الجزء الثاني لماذا لانه مود مربوط ب 12 فولت و 12 فولت منطقيه تساوي واحد منطقي وواحد منطقي هي اش اذا من بعدها نشوف هنا هنا صفر معناتها اللحظة الابتدائية لحظة الشحن واحد هي النبضة واحد وهذه النبضة اثنين وهذه النبضة ثلاثة في السؤال واش طلب منا قال لك اعطي لي حالة المخرج عند تطبيق النبضة اثنين وراي نبضة اثنين اللي هي هذه اذا هذه هي القيمة اللي تكافئها انما واش هو السؤال نورمال مو استاذ اللي يختم الموضوع نورمال مو يكتب هنا يكتب استخرج الحالة المنطقية الواش الكي واحد وكي اثنين وكي ثلاثة وكي ربعة باه تكون سؤال منطبق على الدارة ومنطبق على الجدول اذا هذه هي تصححها استخرج حالة منطقة المخارج كي واحد كي اثنين كي ثلاثة كي اربعة اذا هاي نكتب مع بعض استخرج حالة منطقة المخارج عندنا نبضة اثنين اذا آه, وش واش كي ا آه وكي بي وكي سي وكي دي هي بالترتيب واحد صفر وواحد صفر لماذا ها كي آه جمع كي واحد هي اعتبرتها كي ا آه. نتبعوا السؤال اذا كي واحد واش يساوي يساوي اش معناتها واحد وكي اثنين يساوي لو معناتها صفر وكي ثلاثة تساوي اش معناتها واحد وكي 4 تساوي لا وسمعتها صفر كي واحد هي كي ا وكي اثنين هي كي بي وكي ثلاثه هي كي سي وكي اربعه هي كي دي اسئله بسيطه جدا كي تلقى محركات خطوه خطوه السؤال اللي بعده دارت التحكم في محرك خطوه خطوه النموذج الثاني شكل القطار صفحة ستة أعطيك النموذج الثاني وشاف في بلاصة الـ ا ا الف وسبعة عطاك السجل الشامل اللي هو اس ان 74198 مية وثمانية واش قالكم نكتفي باستعمال اربعة مخارج فقط اي واش راح نحتاجو نحتاجو كي ا آه كي بي وكي سي وكي دي فقط ومن بعد كي دي جماعة واش راكم حلقة رجوع اذا هنا سجل حلقي ولا ازاحة حلقية من سجل أربعة وسبعين مية وثمانية للتحكم في محرك خطوة خطوة ونربط المخرج كي دي مع المدخل شيفت رايت للحصول على سجل حلقي بحيث يتم شحن السجل في الحالة الابتدائية بي واحد واحد صفر صفر كما راكم تلاحظوا هنا راح نشحنوا الا و بي و سي و دي فقط الا و بي مربوطين بالخمسة فولت معناتها واحد واحد و سي و دي زيرو زيرو سؤال 53 حدد الحالة المنطقية للمدخلين اس 0 و اس 1 من التركيب ثم استنتج نوع الشحن ونوع الازاحة باستعمال ملحق 12 صفحة 12 هاي يا جماعة نبداو نخدموا جماعة بعد ما تكملوا الفيديو لو كان ما تفهموش اضغطوا على الايقونه الخضراء رقم 2 يسار الشاشه في تطبيق جي 2020 راح تديكم السجل الشامل ثاني حاجه جماعة كي مد سجل شامل لازم تجيب هذا الجدول الجدول هذا واش فيه فين انماط التشغيل اس اه صفر واس واحد كي لهم زيرو زيرو ذاكره كي تمد اس صفر واحد واس واحد صفر شحن تسلسلي ازاحه يمين وكي تمد اس صفر صفر واس واحد واحد شحن تسلسلي ازاحه يسار وكي تمد لهم واحد واحد في آني واحد شحن تفرع باه منا نعرف واش هو نوع الشحن ونوع الازاحه يا جماعة نشوفوا مع بعض نروحوا نشوفوا اس صفر واس واحد باه نقدروا نعرفوا نوع الشحن اذا واش راكم اس صفر باش مربوطه مربوطه بالخمسه فولت معناتها صفر ديما تساوي واحد منطقي وهنا القاطعة إكس مية مفتوحة وش معناتها إس واحد يساوي صفر إذا وين نروحو جدول تشغيل إذا إس صفر يساوي واحد و اس واحد يساوي صفر اذا وش هو نوع الشحن؟ شحن تسلسلي ازاحه يمين وبما انه مخش كيدي مربوط بشيفت رايت واش نقولوا؟ شحن تسلسلي ازاحه يمين حلقي او دوارا إذا نكتب هنا الحالة المنطقية للمدخلين S0 و S1، S0 لقيناها تساوي 1 و S1 واش لقيناها تساوي 0، واش هو الشحن التسلسلي؟ واش هو نوع الإزاحة؟ إزاحة يمين، نوع الإزاحة إزاحة يمين، وبما أنه كان حلقة ترجع من كيدي إلى شيفت رايت واش نسميوها كما راكم تشوفوا هنايا إزاحة يمين دورانية أو حلقيه، هذا بالنسبة لسؤال رقم 53. سؤالي بعده أكمل ملء جدول الإزاحة للسجل الحلقي على وثيقة الإجابة صفحة 24 إذا نجمع عطالك هذا الجدول رقم تلاحظوا اكس 200 و اكس 102 وعندي كلوك هي اشاره الساعه وعندي ا بي سي دي هي مداخل الشحن على التفرع كي عد كاين نمط شحن التفرعي وكي او كي بي وكي سي وكي دي راح نكملهم حنايا هيا جماعه باه فمش لازمنا لازم لازمنا نجيبوا هذا التركيب اذا اكمال جدول الازاحه هاي يا جماعه شوفوا لي شوفوا لي في السطر رقم 2 السطر رقم 2 اكس 102 تساوي 1 اكس 200 تساوي 1 واش معناتها تولي اس 0 واس 1 تساوي 1 1 واش يولي يولي شحن التفرعي اذا قا قيمه ا بي سي دي وين تروح تخرج في كي ا كي بي كي سي كي دي على هذه اعطانا 1 1 صفر صفر من بعدها كنقملو اكس 102 واش معناتها ايصالها تفتح اذا يولي اس 0 يساوي 1 واس 1 يساوي صفر 0 يولي شحن تسلسلي ازاحه يمين وبما انه كي مربوطه بشي واش معناتها نصمو الاسهم المساعده نحو اليمين اذا كي ا آه السهم نحو اليمين يروح للكيبي والكيبي وين يروح يروح الكيسي والكيسي وين يروح يروح الكيدي والكيدي وين يرجع الكي ا آه. اذا هذا القيم اذا هذا الواحد منطقي يجي هنايا والكيبي لمن يروح يروح الكيسي والصفه تاع كيسي الكي يروح الكيدي والصفه تاع كيدي وين يعاود يرجع الكي ا آه. بهذه الطريقه نزيد نرسم اسهم اسهم مساعده بهذا الشكل اذا الصفه تاع الكي ا آه الجديد وين يروح يروح الكيبي والكيبي الجديد واحد وين يروح يروح الكيسي والكيسي والكي وين يروح يروح الكيدي وهذا الصفر المنطقي تاع الكي وين يجي يجي الكي ا باسكو راهو بنفس الطريقه نرسم أسهم مساعدة بهذا الشكل اذا هذا الصفر يجي هنايا والصفر هذا يجي هنايا والواحد هذا يجي هنايا وهذا الواحد كيدي دي وين يعاود يرجع يرجع ويدور يجي الكي ا بنفس الطريقة نزيد نرسم أسهم المساعدة، إذا واحد هذا يجي هنايا، صفر هذا يجي هنايا، وصفر هذا يجي هنايا، وهذا الواحد يرجع هنايا، كما راكم تلاحظوا إزاحة يمين دورانية. Yes. <laughs> سؤالي بعده سؤال 55 اكمل رسم مخطط منطقي لدارت سجل حلقي بالقلابات قالك هذيك الخدمه اللي خدمناها حابين نجزوها بالقلابات ماشي بسجل شامل والشحن يتم مدخل ارقام اكس 200 على وثيقه الاجابه صفحه 24 اذا اكمل مخطط منطقي لدارت سجل حلقي بالقلابات دي جماعه ركزوا أه واش راني شحن تفرعي ازاحه يمين دوراني حابين نطبقوها في القلابه اذا اعطاني هذا التركيب أه جماعه بعد ما تكمل هذا الفيديو لو كان ما تفهموش اضغط على ايقونه رقم ثلاثة يسار الشاشه في تطبيق جي 20 واني وعاود ارجع كمل الاسئله أنت وانا متاكد باذن الله راحين تفهموا من بعد يا جماعه آه لازم بقى نخدموا سجل ازاحه يمين دورانيه شحن تفرعي واش لازم تكون عندي لازم تكون عندي استراتيجيه واش هي الاستراتيجيه اول حاجه مد اشاره الساعه متزامنه مع انت اشاره الساعه مد كل ما داخل اشاره الساعه لكل قلابات اثنين نوع الشحن هل هو شحن تفرعي ولا شحن تسلسل احنا عرفناه باللي شحن تفرعي فضل علينا اكس 200 هي شحن تفرعي وثالث حاجه واش نوع الازاحه هل هي ازاحه يمين او ازاحه يسار او ازاحه يمين دورانيه او دورانيه وهنا لقينا ازاحه يمين دورانيه يا جماعه هذه الخطوات خطوات نطبقهم اول خطوه واش لازمني اشاره الساعه المشتركه شكون يمد لي اشاره الساعه هذه بوابه ان مربوطه بتياش واكس ا واكس 102 هذو وضعتهم اذن بالازاحه اذا واش نديروا نربطوا المداخل اشاره الساعه كامل بالمخرج بوابه ان كامل عندهم نفس إشارة مشتركة لماذا؟ لأنه السجل هو سجل متزامن وش معناتها متزامن؟ معناتها مداخل إشارة الساعة كامل نربطهم بإشارة الساعة الرئيسية أش بعد ما كملنا اشاره الساعه الخطوه الثانيه وش هو نوع الشحن اذا نوع الشحن هو الشحن التفرعي اذا باش نشحنوا الا والبي نشحنهم واحد واحد والسي والدي نشحنهم زيرو زيرو وعلى هذه النورمال مستجلات نسميهم دي ا دي بي دي سي دي دي يكون كل شيء متوافق اذا معليش اذا الا هي واحد والبي هي اثنين والسي هي ثلاثه والدي هي اربعه اذا مش راكم تلاحظوا آ باش نشحنوها نشحنوها بالواحد والبي بالواحد والسي زيرو والدي زيرو شكون يشحنهم يشحنهم اكس 200 اذا هذه باش نشحنوها بواحد لازم نرغموا لها مدخل ارغام بروسيت معناتها ما مخرج البوابه نوت هذا ونديه الاول نديه بروسيت ارغام على واحد ثاني نديه الواحد ارغام على واحد ثالث ارغام على صفر نربطوه بالكلير وثلاثه نربطوه بالكلير والمداخل الارغام اجمع المتبقيه لازم ما تخلوهاش فارغه لو كانت فارغه راح تكون منشطه لازم ديزاكتيفيوها كيف ديزاكتيفيوها نربطوها بالواحد منطق هذه نربطوها بالواحد هذه بالواحد وهذه بالواحد وهذه بالواحد هنا واش راك كملت راك كملت نوع الشحن التفرعي الخطوه الاخيره واش هو نوع الازاحه اذا الازاحه اللي عنده واش هي ازاحه يمين اذا واش نديرو آه يمين نمشيو يمين معناتها ملكي واحد مخرج المعلومه ملكي واحد يروح دي يمينا من بعدها يروح يمينا دي ثلاثة، من بعدها يمينا دي اربعة. لو كان خليها كذا راني صمت الشاحن تاع إزاحة يمين فقط، لازم ندير حلقة الرجوع. والمعلومة كي تخرج من كي رابعة ولا كي دي، وين تعاود ترجع؟ ترجع مدخل القلاب الأول. وهنايا راك خدمت. الشحن سجل، شحن تاع باستخدام إكس 200، نوع الإزاحة، إزاحة يمين دورانية. سؤال وخمسين أكمل رسم مخطط زمني سجل الإزاحة على وثيقة الإجابة صفحة خمسة 25 إذا نجمع عطانا هذا هو تاع المخطط الإزاحة عطانا إكس 200 اللي هي تشحن بالواحد منطقي بس كل واحد ودير بوابة هذه النبضة وهي تشحن قلبت باه نكملوا هذا لازم نجيبوا جدول مساعد جماعة هذا الجدول راح يساعدنا ويقلبنا المخطط الزمني بس بوسه اذا هذا حنطبقه هنايا اذا اول حاجه نكتبوا اكمال مخطط زمني دار سجل حلقي من بعدها جماعة اول رقم واش هو كما راكم تلاحظوا كي او شي يساوي واحد وكي بي يساوي واحد وكي سي يساوي صفر وهذا وكي دي يساوي صفر هذه اثناء الشحن بالمداخل ارغام اذا كي تجي النبضة هذه هذه وش يصير ها هذه باللون الازرق لونتها بالازرق اذا كي او شي يصير يتشحن بالواحد وكي بي يتشحن بالواحد ها هذه واحد وهذه واحد والكيس واش هي صفر وكي دي يساوي صفر هذه اثناء تنشيط اكس 200 من بعد واش تجي النبضة هذه لو انت هيكم بلون, بلون الاحمر اذا كي أو يساوي صفر كي يساوي واحد كي يساوي واحد وكيدي دي يساوي صفر اذا هاي نبدا هاني درتها باللون الاحمر اذا كي اوش يساوي كي اي اذا تكون صفر كي بي تساوي واحد واحد وكيسي واش تساوي واحد نتطلع الواحد وكي تساوي صفر هانا ها كملنا النبضه الاولى نروحوا لي بعد النبضه الثانيه درت ها هايكم الاخضر هاني سيليك سين هايكم باللون الاخضر بتجيكم سهله اذا كي اوش يساوي صفر اذا هذا يبقى صفر كي بي يساوي صفر هذه تكون صفر تهبط للصفر آه كي تساوي واحد هذه تبقى واحد وكي تساوي واحد تطلع الواحد هذه النبضه الثانيه بنفس الطريقه وين نروحوا النبضه الثالثه درت باللون البنفسجي اذا هنا نصم لون البنفسجي اذا كي ا ماذا يساوي يساوي يرجع الواحد كي بي واش يساوي صفر كي سي واش يساوي يرجع للصفر والكي دي واش يساوي يبقى واحد واخر نبضة درتها لكم باللون البرتقالي نصاكم لون البرتقالي اذا كي ا ماذا يساوي يساوي واحد كيبي واحد وكي صفر وكي دي صفر وبنفس الطريقه تزيد تجي نبضه اللي بعدها تزيد تزاح المعلومات تولي صفر واحد واحد صفر اذا هذه تولي صفر هذه تولي واحد وهذه واحد وهذه صفة هذا بالنسبة للمخطط الزمني دارة السجل الحلقي روحوا لي بعدها سؤال 57 حدد نوع قطبية المحرك خطوة خطوة ونمط التبديل واحسب عدد الخطوات في الدورة وسرعة الزاوية إذا يا جماعة أعطاني هذا السجل الشامل هو طابق التحكم وهذا وش هو طابق التضخيم وهذا طابق الاستطاعة لمحرك خطوة خطوة دوار مغناطيس دائم هيا نبدا اول حاجه قال لك حدد نوع قطبيه للمحرك خطوه خطوه معناتها الوشعه هذه هل هي احاديه قطبيه ام ثنائيه القطبيه طريقه بسيطه جدا يا جماعه بما أن الوشعه يتحكم فيها مقحل موصفات واحد معناتها التيار هذا عنده اتجاه واحد يجي من 12 فولت يمشي يمشي يمشي, يمشي يروح الجراوند معناته عنده اتجاه واحد معناته كا واحد وش يساوي واحد معناتها احاديه القطبيه آه روحوا ولا نقدر نجاوبوا من دارة الاستطاعة اذا كنت تعرف واش هي قطبيه ولا ثنية قطبيه اذا لقيت واش فيها نقطه وسطيه راهي احد قطبيه اذا ما لقيت فيها نقطه وسطيه معناتها ثنائي قطبية وكما كنت هنا كاينه نقطه وسطيه واش نسميوها واش احاديه قطبيه ك واحد يساوي يساوي واحد آه ثاني حاجة آه نمط التشغيل هل هو متناظر ولا غير متناظر؟ بما أنه طابق التحكم اللي يتحكم في الوشائع تاع موتور با أبا اللي فيه آه بـ إس إن 74 198 إذا نمط متناظر ولا نسميه نمط يقدم خطوة كاملة كاثنين وش يساوي اثنين وين تلقاو جماعة 74 -198 ولا سجلات باستثناء سجل جونسون إذا كاثنين اثنين يسموه نمط متناظر ولا تشغيل متناظر. ثالث حاجة جماعة لازمنا نعرفوا عدد الوشائع كدا عندي وشائع واحدة اثنين ثلاثة أربعة علاه نحتاجو عدد الوشائع باه نحسبو عدد الخطوات عرفنا بلي قانون عدد الخطوات واش يساوي كواحد عرفناه كاثنين لقيناه في إم هي عدد الوشائع في بي اذا عدد يساوي أربعة ولا نحسبه من دارة الاستطاعه شوفوا هذا نصف ملف نحسبه وشائع 2 3 4 واخر حاجه جماعه نحس... نحتاجه في عدد الخطوات لازمنا نحسبه بي اذا بما انه عندي قطب شمالي وقطب جنوبي عندي زوج اقطاب مع بعضهم يشكلوا لي زوج اذا كاين زوج واحد اذا هيا نبداو نجاوبوا هيا نبدا السؤال الاول واش قالكم تحديد نوع قطبيه الوشاء المحرك خطوه خطوه بما ان وشعة التيار تاعها في اتجاه واحد والله وشاء ذو نقطه وسطيه اذا واش نسميه أحادي قطبيه اذا يغذي المحرك اذا يغذي المحرك دون عكس التيار في وشائعه اذا هو احادي قطبيه اذا واحد واش يساوي واحد بعدها يتم تغذية وشيعتين في كل نبضة نفس عدد في كل نبضة شكون هذه حققها لي سجل شامل إذا سجل بصفة عامة تبلي تغذية متناظرة وبما أنه تغذية متناظرة ولا تشغل متناظر إذا كاف وش يساوي يساوي واحد اللي بعدها حساب عدد خطوات خلال دورة واحدة إذا وش هو القانون عدد خطوات خلال دورة واحدة يساوي كا واحد في كاثني في ان في بي والشيء يساوي 1 واحد لينا واحد لانه احاديه قطبيه كافني المتناظر يساوي 1 في عدد الام يساوي 4 في بي عدد الازواج يساوي 1 اذا ان وش يساوي 4 نروحوا اخر حاجه وش هي حساب خطوه الزاويه اذا خطوه الزاويه الفا بي 360 درجه على عدد الخطوات وتساوي 360 على 4 وتساوي 90 درجه راح السؤال 58 سؤال رقم 58 قال لك نقوم الان بعكس جهه الازاحه السجل اللي كان عندنا من قبل جماعه واش كان كان ازاحه يمين دوران كي نعكسوا يولي ازاحه يسار دورانيه ويبقى نفسه شحن طفره اذا سؤال 58 قال لك اكمل جدول إزاحة للسجل الحلقي الجديد على وثيقه الاجابه صفحه 25 اذا يا جماعه عطانا هذا الجدول وهذا الجدول راح نكملوه واش نجيبو نجيبو المخطط المنطقي السابق هذا المخطط اللي خدمناه من قبل واش يجمع ازاحه يمين دورانيه هذا اللي خدمنا لو سج... الجدول تاعو من قبل مي هذا واش لازم لازمنا لازمنا نعكسوه اذا واش نكتبو هنايا يصبح سجل ازاحه يسار دورانيه اذا الاسهم المساعده اللي كانت تروح اليمين وين تولي تروح تولي تروح اليسار اذا نرسم الاسهم المساعده بهذا الشكل وقيمه الشحن تبقى نفسها نفسها اذا هذا صفر يروح يسارا اذا مكيدي كيدي وين يروح يروح يعني الصفر هذا يهبط هنايا والصفر تاع كيسي وين يروح يروح بي الواحد تاع وين يروح؟ يروح للا والواحد تاع كي اب وين يدور؟ يدور كيدي نكتب هنا واحد بنفس الطريقة نرسم اسم مساعدة نحو اليسار بهذا الشكل الواحد تاع وين يروح؟ يروح لكي سي الصفة تاع كي وين يروح؟ يروح لكي بي والصفة كي بي وين يروح؟ يروح لكي ا والواحد تاع كي ا وين يعاود يرجع؟ يراجع الكيدي دي زيد زيد نرسموا الاسهم المساعدة نحو اليسار إذا هذا الواحد يجي هنايا هذا الواحد يجي هنا والصفر يجي هنا وهذا الصفر يرجع يدور هنا نزيد نرسم أسهم, اسهم المساعدة بهذا الشكل هذا الصفر يجي هنايا هذا الواحد يجي هنايا وهذا الواحد يجي هنا وهذا الصفر يرجع هنايا اذا هنا يعني. إيه واش درنا جماعة عكسنا اتجاه الدوران وقلبناه سجل ازاحه يسار حلقيه واكيد السؤال اللي بعده واش راح يقول لك عاود سم... عاود صمم لي مخطط منطقي ازاحه يسار دورانيه راح نعاودو هذا هو الشيء خدمنا عليه ازاحه يمين دورانيه الا درنا هذا التركيب باش الاتجاه برك كي نعكسو الاتجاه يصبح سجل ازاحه يسار دوراني هاي السؤال سؤال 59 اكمل رسم مخطط منطقي لدات سجل حلقي الجديد بالقلبة دي والشحن يتم مداخل داخل ارغام اكس 200 على وثيقه الاجابه صفحه 5 يعني كل شيء يبقى كيف كيف واش راح يتبدل يتبدل إذا ازاحه يسار دوراني اذا عطاني هذا السجل اكمال رسم مخطط المنطقي لسجل شحن تفرع ازاحه يسار حلقيه اذا نجيبوا الاستراتيجيه اول حاجه نبداو اشاره الساعه لازم متزامنه ثاني حاجه نوع الشحن اللي هو شحن طفره باكس 200 وثالث حاجه وش نوع الازاحه بدل هنا قلب هنا ازاحه يسار حلقيه هاي روح نطبقوا الخطوات اذا نبداو اشاره الساعه نقلبوها متزامنه اشاره الساعه الرئيسيه باش نربطها نربطها بكل مداخل اشاره الساعه تاع كل قلابات الاربعه بهذا الشكل اذا هنا واش قلبنا راه باشاره الساعه والسجل لازم يكون متزامن معناته كامل عندهم نفس اشاره الساعه ثاني حاجه نوع الشحن شكون يشحن يشحن اكس 200 قيمه الشحن بقات نفسها واحد واحد صفر صفر معناتها هذا باش نشنو بواحد هذا, بواحد هذا بواحد هذا صفر هذا صفر هذا نشطو المدخل ايران بلوسات هذا له ندخل ارغام بروسيت بان نرغمو على واحد وهذا نرغمو على صفر معناتها له كلير وهذا له كلير اذا هذه اكس ميتين باربش باش واش دير ترغم لي القلب الاول على بروسيت على واحد ترغم لي القلب الثاني نربطوه بالبروسيت بترغمو لي على واحد والثالث نربطوها بالكلير ار ثلاثه بترغمو لي على صفر وهذه نربطوها بالكلير بترغم لي القلب الرابع على صفر معناتها تشحن الاول بواحد والثاني بواحد والثالث بصفر صفر واحد ارغام على واحد وصفر ارغام على صفر اذا بعد ما كملنا هذا جماعه ما داخل الارغام المتبقيه لازمنا ديزاكتيفيوها تخبنوا هذه المدوله واحد هذه واحد هذه واحد وهذه واحد بعد ما كملنا نوع الشحن واش بقانا نوع الازاحه واش طلب منا ازاحه يسار كيف يسار معناتها نمشيو العكس من اليمين نروح لليسار اذا معلومة تخرج من أه كي كي وين تروح تروح دي ثلاثة وتخرج من كي ثلاثة وين تروح تروح دي اثنين وتخرج المعلومة من كي اثنين وين تروح؟ يسارا إلى دي واحد، لو كان نخليوها هكذا واش رانا درنا إزاحة يسار فقط، والمعلومة كي تخرج من الكي وين تعاود ترجع؟ ترجع القلاب الأخير، ترجع المدخل القلاب الأخير بهذا الشكل، هنا مبروك عليك صممت مخطط المنطقي لسجل شحن تفرعي إزاحة يسار دوراني. روحو سؤال رقم 60 سؤال رقم 60 حدد الحاله المنطقيه للمدخلين اس0 واس1 التي يتم فيها شحن السجل استعين بالملحق 12 صفحه 12 ما هو الشرط لذلك من تركيب شكل 13 هيا يا جماعه نروحوا نشوفوا الحاله المنطقيه للمدخلين اس0 واس1 التي يتم فيها شحن السجل اذا هيا نشوفوا مع بعض اذا لازم نجيبوا الجدول المساعد اللي اعطيتكم من قبل من بعدها باه نشحنوا تفرعيا جماعة اخي شفنا من قبل أه سجل واش لازم يشحن يشحن تفرعيا لاحظنا يشحن بقيمه واحد واحد صفر صفر باه نشحنوا بهذه القيمه تفرعيا واش لازم لي؟, لازم لي اس صفر واحد منطقي والاس واحد لازم نمدوا واحد منطقي اذا واش لازم لي اس صفر واحد منطقي والاس واحد نمدوا واحد منطقي والاس واحد باه تولي واحد منطقي واش لازم لي نغلقوا اكس 102 لازم التيار يوصل لاس صفر ولازم التيار من يوصل يوصل اس واحد اذا لماذا لانه في اللحظه الابتدائيه كان يقولنا يشحن بواحد واحد صفر صفر يشحن دفعة واحدة باش يشحن دفعة واحدة لازم شحن تفرعي وباش يشحن شحن تفرعي لازم اس صفر واحد من واحد واحد منطقي وباش واحد واحد منطقي لازم اكس مية لازم يكون مغلق إذا نكتب هنا الحالة المنطقية لما تخليني اس صفر واس واحد اس واحد تساوي واحد واس صفر تساوي واحد وهذا الشحن نسميه شحن التفرعي وقت هذا يصلح لما اكس مية تساوي واحد إذا نكتب الشرط هو تنشيط المرحلة إكس 102 وهذه إكس 102 هي المرحلة الثانية من متن القيادة والتهيئة سؤال 61 اكتب عبارة الدور إشارة الساعة تي اش للطابق الأول إذا هنا جماعة أعطانا هذا السجل الشامل باهي يمشي لازم له إشارة الساعة أعطانا الطابق اللي يتحكم فيه أن أو 5 5 5 هاي نصغروا نصغروا التركيب جماعة زينة بعد ما نكمل هذا السؤال لو كان تفهمش اضغط على أيقونة رقم 4 يسار شاشة في تطبيق جي 2020 وراح تلقى أمثلة عديدة عليها وإن شاء الله تولي بسبوسة هاي نرجعوا ليها جماعة كي مثلك هذا التركيب لازم تكون عندك استراتيجية لازم تعرف نوع هذا التركيب كما هنا اثنين مربوط مع ستة توليد إشارة ساعة تلقى ستة مربوط مع سبعة مؤجلة ثاني حاجة استخرج عبارة التركيب إذا كان كما هنا وظيفة توليد إشارة ساعة نخرج عبارة الدور لو كان جات ستة مربوطة مع سبعة خرجوا عبارة زمن تأتي ثلاثة استخرج عبارة المجهول يطلبها منك ورابعة واش تطبيق العددي ها يا جماعة نطبقوا خطوات الاستراتيجية إذا أول حاجة نشوف التركيب شو وظيفته كما كنت تلاحظوا اثنين لو كان تبعوه باش مربوط مربوط مع ستة إذا هذا التركيب شو وظيفته توليد إشارة ساعة عرفت اسم التركيب إذن اذا واش نكتبوا كتابه عباره دور اشاره تي ياش معناتها تخرجوا الدور تي اذا واش يساوي الدور تي يساوي مقاومه المكافاه اثناء الشحن زائد مقاومه المكافاه اثناء التفريغ. هذا كامل في واش في ساعة المكثفة المسؤولة عن الشحن والتفريغ في آلان اثنين حذاري آلان اثنين وليس آلان ثلاثة أستاذ كيف نجيب مقاومة المكافأة أثناء زمن شحن? طريقة بسيطة جدا اتبع مسار الطيام من في سي سي إلى لابوس المكثفة سي أستاذ كيف نجيب مقاومة المكافأة أثناء التفريغ؟ طريقه بسيطه جدا اتبع مسار تي من لابوس المكثفه سي حتى توصل قطب سبعه دوك نشوفوها يا جماعه اذا هاي خرج عباره الدور تي اذا دورتي تي ماذا يساوي؟ يساوي مقابل مكافاه اثناء الشحن كيف نديروها؟ اتبع مسار التيار من في سي الى لبوس المكثفه اذا هذا التيار يجي من في سي سي حتى نوصل لابوس المكثفه هذا اللون الاخضر مر عبر مقاومه ار ا و ار بي وهذه المقاومات مربوطتين على التسلسل اذا المقاومه المكافاه تساوي ار ا زائد ار بي هذه مقاومه الشحن زائد المقاومه المكافئه اثناء التفريق كيف نجيبوها اتبع مسارتيه من لابوس المكثفه الى قطب سبعة ارسم بقلم ازرق من لابوس المكثفه ووصل حتى قطب سبعة اذا كي نرسموا نوصلوا قطب رقم سبعة هذا اللون الازرق مر عبر مقاومه واحدة ار اذا المقاومة ار بي مقاومه التفريق اذا واش نكتبوا زائد ار بي باللون الازرق هي مقاومه التفريق الكل في ماذا الكل في ساعه المكثفه المسؤول عن شحن التفريق اللي هي سي 3 الكل في ماذا في الان اثنين لانه توليد اشاره الساعه هذه عباره جماعه لو كان يطلب منك عباره تياش، تياش شو يساوي؟ هذه باللون الاخضر هي تاع تياش وباللون الازرق هي تيال، اذا تياش ماذا يساوي؟ تياش شو يساوي؟ يساوي ار ا زيد ار بي في سي 3 ال2 نسميوها تياش، وتيال زمن مستوى الادنى هي آه هي وش هي؟ هي ار آه بي في سي 3 في ال2، صاي يا جماعه، وكي نجمعوا تياش زيد تيال واش يمد لي دورتي؟ نعاود لكم، اذا كي يقول لك خرج لي زمن مستوى العالي عباره تاع تياش. اللي هي مقاومة يساوي ار ا في سي في ال اثنين كيقول لك خرج لي الزمن المستوى المقاومة تي يساوي يساوي ار في سي ثلاثة في ال اثنين لك خرج هذا هو تي ار زائد تي خرجوا عامل سي ثلاثة تخرجنا هذه العبارة إذا دارتي ماذا يساوي يساوي ار ا في سي في ال نروح اللي بعدها سؤال 62 حدد عتبة الانقلاب ثم ارسم الشكل لاشارة توترين في سي 3 او في على وثيقة الاجابة صفحة 25 ثم احسب سعة المكثفة سي 3 لحصول على تواتر الساعة 1 كيلو هاتز هذه تواتر جماعة ديروها المقلب تجيبوا الضربة ما تعبكمش علما ان ار او ار بي متساويين وتساوي 10 كيلو اوم هيا جماعة المنحنيين المنحنين المنحنى الأول هو في سي ومنحنى الثاني هو في سورتي هذا توتر بين طرفي المكثفة وهذا في سورتي المخرج إذا تحديد عتبة الانقلاب المكثفة إذا المكثفه عتبة الانقلاب تاعها هو واحد على ثلاثة في سي سي على ثلاثة في سي إذا عتبة الانقلاب هي اثنين على ثلاثة في سي سي وواحد على ثلاثة في سي بعدها رسم الإشارات اول حاجه جماعه لازم نخرجوا نقاط العتبات اذا هذه العتبه واحد على ثلاثه في سي بعد المكثفة توصل النقطه هذه تشحن تشحن توصل هذه النقطه بعد تفرغ 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 توصل واحد على ثلاثه في سي بهذا الشكل تبقى متارجحه بين واحد على ثلاثه في سي سي واثنين على ثلاثه في سي من بعدها من واحد على ثلاثه في سي الى اثنين على ثلاثه في سي اللي هو الشحن ومن على ثلاثه في سي الى واحد على ثلاثه في, في سي التفريغ تفريغ بعد ما كملنا المكثفه وشي يقابلها الشحن في سي يساوي في سي في سي سي زيرو فولت وتبقى الدائره مهتزه بهذا الشكل اذا هذا هو المخطط الزمني ولا مخطط الاشارات توتر بين طرفي المكثفه وتوتر بين طرفي المخرج تاع ان او 5 5 5 وهنا ان او 5 5 سمو قلب لا مستقر معناتها اشاره مهتزه اذا هنا زمن شحن المكثف واش يقابلها فيساتي سي واحد منطقي نسميه تي آش تي هاي زمن المستوى العالي وزمن تفريغ المكثف وش يقابلها زمن مستوى الادنى اذا واش نقولوا نكتبوا هنا نكتبوا تي لاو و تي ار زي تي لاو وش يمدوا لي عباره ولا قيمه الدور تي سؤالي بعده حساب سعه المكثفة سي ثلاثه اذا درنا الاستراتيجيه عرفنا التركيب قلنا توليد اشاره الساعه خرجنا عباره تركيب اللي هو دور تي بعدها خرجوا عباره المجهول اللي هو سي ثلاثه اذا سي ثلاثه ماذا يساوي سي ثلاثه يساوي دور تي على ار زائد 2 ار بي في آن 2 إذا سي ثلاثة واش يساوي؟ يساوي واحد على إف في إر أ زائد اثنين إر بي في إل اثنين، علاه درت إف؟ تي عوضتها بواحد على إف لأنه ما عطاليش دور تي عوضتها بواحد على إف، وإذا تلفت لك لا فريكونس يساوي واحد كيلو هرتز الدور يساوي؟ واحد على إف ويساوي واحد, واحد على واحد في عشرة قوة ثلاثة ويساوي ويساوي صفر عوضتي صفر صفر واحد، وحسب عادي، أنا عوضتها هنا مباشرة، من بعد آخر حاجة تطبيق عددي، إذا سي ثلاثة يساوي صفر ميكرو فاراد سؤال 63 ما هو الحل التقني الذي يمكن ان تقترحه لحصول على اشاره مربعه جماعه باش اشاره مربعه لازم مقاومه الشحن وشيوة لازم تساوي مقاومه التفريغ ولازم ار ا لازم تساوي ار بي باش هذا المشكل واش لازمنا نزيدوا ديود يكون استقطاب عكسي على التوازي على يكون وحده مربوط على التوازي مع ار بي لماذا لماذا لكي تشحن المكثفه عبر ار ا فقط وتقصى ار بي اثناء الشحن وتفرغ المكثفه عبر اير بي فقط بحيث ار ا و أير بي لازم يكونوا متساويين باش نوصلوا على اشاره مربعه اذا للحصول على اشاره مربعه يجب قصر مقاومه ار بي وذلك باضافه ثنائيه الديود على توازي في استطاب مباشر اثناء الشحن مع مقاومه ار بي باش تقصر لمقاومه ار بي اثناء الشحن بشرط لازم ار ا و يساوي ار بي اذا هاي نكتب الحل التقني هو قصر مقاومة ار بي بثنائية ديود وشرط الثاني ار ا لازم يساوي ار ما نوصلوا على إشارة مربعة إذا لنتحصل على إشارة مربعة يجب تي اش يساوي تي إذا مقاومة الشحن واش لازم تساوي تساوي مقاومة التفريغ إذا ار ا ماذا يساوي يساوي ار بي سؤال 64 ارسم دارتي الشحن والتفريغ ثم وضح عليهما الحل التقني الذي يمكن ان تقترحه للحصول على اشاره مربعه اني صمتكم معليش نعاود اذا رسم دارة الشحن والتفريغ بعد اضافه الحل التقني اذا هذه هي هذا هو الحل التقني لكم مي حاب خرجكم دارة الشحن وحدها ودارة التفريغ وحدها اذا دارة الشحن اذا اذا نبدأ بالفي سي سي من بعد تيار وين يروح يروح المقاومة ار ا هي الاولى ومن بعد التيار وين يروح يوصل النقطه هذه يلقى ار بي ويلقى ديود واش يتبع يتبع ديود اذا اذا نرسمو ار بي ونرسمو المكثفه سي 3 ومن بعد نرسمو جي وبين طرفي ار بي واش نرسمو نرسمو ديود بهذا الشكل اذا التيار كيجي يجي من يمشي من خمسة فولت يوصل الار ام بعدها يروح الديود ومن بعدها يروح المكثفه سي اذا ار بي وش تقصر هذه يسميها دارة الشحن دارة التفريق معناتها المكثفه تكون مشحونه وتفرق اتجاهها عبر ار بي وتروح القطب رقم 7 اذا نبداو واش نديرو آه قطب 7 هو قطب التفريق اذا نرسمو جي دي ثم المكثفه تكون مشحونه من بعد المكثفة شحنه وين تفرقها عبر مقاومه ار بي وين تفرقهم الى قطب رقم 7 وقطب 7 هو يمثل جراوند بالنسبه ان او 5 لو كان تروح تشوف القطب 7 تلقاه مربوط بالترانزستور الترانزستور هذاك مربوط بالقطب 1 هذه نسميها دارة التفريق اللي أه تم تغيير قيمه المقاومتين ار ا و بي للحصول على دور تي يساوي 1 ثانية للتحكم في مؤجله بعدة تنازلي لتحقيق زمن تاجيل تي يساوي 10 ثواني لجزء من نظام خارج عن دراسه سند 1 سؤال 65 قال لك احسب ترديد العده التنازلي لتحقيق زمن تاجيل 10 ثواني سؤال 66 اكتب معادله منطقيه للمخرج تي بدلاله كي ا كي بي كي سي كي دي سؤال 67 اكمل مخطط منطقي العده التنازل للحصول على زمن تاجيل تي يساوي 10 ثواني على وثيقه الاجابه صفحه 26 يعني هيا جماعه نبداو نجاوبوا اذا هنا واش عطانا عطانا مؤجله رقميه بعداد تنازلي كما تلاحظوا كلي سلاش بروسيت شكون يحتاج للشحن هو العداد التنازلي وبما انه هنا مكتوب تي معناتها مؤجله باستخدام عداد تنازلي هاي نبداو نجاوبوا جماعه بعد ما نجاوب على هذه الاسئله لو كان ما تفهمش اضغط على رقم خمسه الايقونه الموجودة في جهه اليسار في تطبيق جي 2020 جماعة أول حاجة إكس ستين هنا وظيفتها؟ وظيفتها الشحن العداد، لماذا؟ لأنه عداد تنازل لازم يحتاج قيمة الابتدائية معناتها يشحن ما داخل إيرغان بريست وكلير، إذا إكس ستين واش مرحلة ابتدائية من أشغال ستة وظيفتها الشحن العداد بالقيمة الابتدائية. و اكس 63 مربوطة بإشارة الساعة نسمي بما أنه تركيب مؤجلة وش نسميوها إذن بالتأجيل اكس X63 هي مرحلة الثالثة من أشغل ستة وظيفتها إذن بالتأجيل و هذه البوابة شرط نهاية العد بما أنه مؤجل بعد التنازل آخر رقم لازم نوصل ليه لازم يكون صفر 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 مؤجل بعد التنازل مثلا نقولو تبدا بخمسة ولا بعشرة ولا عشرة تسعة ثمانية آخر رقم توصل ليه 2 1 واحد صفر آخر رقم هو صفر وش تكون حالة المخارج صفر 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 هذه البوابة باش مربوطة مربوطة بكل مخارج. المنفيه. إذا خمسة 65 نبدأ. سؤال حساب ترديد العداد التنازلي وبمجرد تشوف مؤجله رقميه ديما اكتب هذا القانون. إذا زمن التأجيل ماذا يساوي؟ يساوي ترديد العداد في الدور تي. هو السؤال طلب منك؟ قال لك احسب ترديد معناتها خرج لي الآن. إذا إن ماذا يساوي؟ يساوي زمن تأجيل على الدور تي. إذا إن ماذا يساوي؟ مؤجله زمن تاجيل تاعها قد عطانا 10 ثواني والدورتي قد عطانا واحد الثانيه اذا إن ماذا يساوي؟ يساوي 10 اذا معناتها قيمه الشحن اللي احنا شنو بها العداد إن تساوي 10 وبما انه الشحن خارجي يشحن ب 10 ان يساوي 10 قيمه الشحن الابتدائيه نعود نسميها قيمه الشحن الابتدائيه ما نسميوش شرط نهايه العد كما كنا نشوفوها في العدادات التصاعد هنا العداد تنزل لازم نشحنوا بال 10 وشرط نهايه العد العداد تنزل هو صفر سؤال 66 كتابة معادلة المنطقية تاع البوابة هذه كما كنت تلاحظوا إجابة هاي كاينة ينتهي العدد عند رقم صفر آه رقم صفر واش تكون حالة كي أو كي بي كي سي كي دي تكون كي أ آه تساوي صفر كي بي تساوي صفر كي سي تساوي صفر كي دي تساوي صفر معناتها المخارج كامل تكون منفية إذا نكتب آه بوابة هذه ماذا تساوي تساوي كي أ آه بار كي بي بار كي سي بار كي دي بار معناتها في رقم صفر أن نتاكدوا ينتهي العداد عند رقم صفر باسكو راهو التناجلي الصفر واش يساوي بنظام ثني يساوي صفر 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 اذا كي ا آه لازم تكون صفر معاك كي ا آه بار وكي بي بار وكي سي بار وكي دي بار ولا جماعة نقدر نعوضوا هذه بوابة ان بوابة نور بنظرية دي مورغان قد تجيكم مؤجلة بعد تنزول شرط العد باستخدام بوابة نور إذا هنا واش نستخدموا نظرية دي مورغان نظرية دي مورغان واش لك اعكس كل شيء إذا المتغيرات اعكسهم إذا كان ضرب اكس يولي الجمع إذا كان جمع اكس يولي الضرب وإذا كانت جملة منفية اقلبها غير منفية وإذا كانت غير منفية اقلبها منفية هاي يا نبدأ جماعة نبداوا في المتغيرات المتغير كي دي وكي سي وكي بي وكي ا كامل منفيين في نظرية دي مورغان كامل غير مش منفية ها كي آه. كيبي بي كي سي كي ما كاش النفي من بعد نروح للضرب الضرب واش هو نتاعو هو الجمع اذا ضرب واش ولا ولا زيد 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 من بعد وين نشوف شوف الجمله الكليه الجمله الكليه ما فيهاش نف كلي اذا هنا تولي تولي منفيه واذا انت وش يساوي يساوي كي ا زيد كي زيد كي زيد كيدي كل منفي اذا هذه البوابه الان باش نقدر نعوضها نقدر نعوضها بوابه نور باش مربوطه مربوطه بكل مخارج غير منفيه هذه حاله استثنائيه يا جماعه ممكن ما يديروها في راسكم ممكن قادله في اي لحظه تجي سؤال 67 اكمل مخطط منطقي العدد التنازلي للحصول على زمن تاجيل يساوي 10 ثواني ولقينا قيمه الشحن الخارجيه تساوي عشرة. اذا نجمع جماعه ركزوا معي منه. اكمال المخطط المنطقي باه نخدم عدد تنازلي مؤجله باستخدام عدد تنازلي. لازم لي استراتيجيه اول حاجه احول قلبات الى تبديل ثاني حاجه لازم نخدم اذن تاجيل تاع اشاره الساعه ثلاثه لازم لي نوع. هل هو عدد تصاعد ولا تنازل عرفناه باللي تنازلي أربعة أه، ترديد العداد هل هو بدوره ناقصه ولا دوره كامله وعرفناها راح يتشحن ب10 بدوره ناقصه أه، واللي هي بما انه دوره ناقصه نحتاج الشحن والشحن راح يكون شحن خارجي واخر حاجه نهايه التاجيل هي بوابه اللي مربوطه بكل مخارج من فيها يا جماعة نبداو نطبقوا هذه الخطوه اذا اول حاجه تحويل قلب جي الى تبديل نحول قلب الاول جي والكا قلب الثاني قلب ثالث وقلب رابع هذه اول حاجه ثاني حاجة إشارة الساعة شكون يمدها؟ إكس 63 كاينة بوابة آن، إذا واش نكتبوا هنا إكس 63 والمخرج البوابة نربطوها بالقلاب الأول فقط وهذا يولي يحسب لي إل إس بي باسكو عدد لا متزام هنا خدمت إشارة الساعة. خطوة ثالثة عدد تصاعدي ولا تنازلي؟ عرفناه تنازلي. واش قلنا من قبل؟ إختلاف تصاعدي وتشابه تنازلي. واش معناتها إختلاف؟ جبهه منفيه مع مخرج غير منفي تمد لي عداد تصاعدي، وجبهه منفيه اللي هي جبهه نزاع مع مخرج منفي تمد لي عداد تنازلي، وبما انه فرض علي عداد تنازلي، نربط المخرج المنفي بواش؟ كما كنت تلاحظون ها؟ كلي سلاش بروست عداد تنازلي، اذا واش نديروا مخرج المنفي نربطوه بالجبهه المنفيه، الجبهه هي جبهه المنفيه، بنفس الطريقه دوزيام، بنفس الطريقه نربطوا التروازيام، بهذا الشكل، هنايا صممت عداد تنازلي. بعد اجمع واش يجي يجي دوره ناقصه وبما انه دوره ناقصه يحتاج الشحن وكما كنت تلاحظوا هنا عندي شحن خارجي فقط شكون يشحن لي خارجيا اكس 60 وقيمه الشحن قد عطاها لنا أعطانا ان يساوي 10 هذه 10 وين نحولوها من نظام عشري نحولوها نظام ثنائي 10 بنظام عشري كي نحولوها نظام ثنائي واش 1 0 1 0 شكون هو ال اس بي اللي هو كي معناتها كي ا نشحنوا بصفر وكي بي نشحنوا بواحد وكي سي نشحنوا بصفر وكي دي نشحنوا بالواحد اذا هنا واش نديروا اذا هذا شنو بصفر وهذا بالواحد وهذا بصفر وهذا بالواحد شكون يقوم بعمليه شحن بوابه نوت اذا هنا نكتب اكس ستين. اذا هذا حابين نشحنه بصفر باش نربطوه نربطوه بالكليير ثاني حابين نشنا بالواحد نربطوه بالبروسات وثالث بالك... نشحنو بالصفر نربطوه بالكلير ورابع نربطوه بالبروسات والمداخل المتبقيه ما ليش لو كان عطاها لي كامل نخملهم بالواحد منطقي اذا هنا درت عمليه الشحن بقات لي اخر حاجه شرط نهايه التاجيل العدد التلازوك تاع التاجيل تاعو كي يوصل رقم صفر وهنا عطاكم اجابه عطاكم بوابه مربوطه بكل مخارج من فيها اذا نرسموا بوابه تي ونعطاها بكل مخارج منفيه اذا نربطوها بالكي ابار وكي بي بار وكيسي بار وكيدي بار وهذا المؤجله جماعة واش نسميوها مؤجله باستخدام عداد تنازلي دوره ناقصه نوع الشحن تاعها شحن خارجي عن طريق اكس 60 وهنا تلاميذ الاعزاء كملنا جزء رقم سبعه وهنا موقع لي غير سلام